فرصة عشان نختار بقى الدهون اللي احنا ممكن ناكلها. السمنة بلدي زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي، انواع كتيرة جدا في السوق. اهم حاجة لما نيجي نختار ندور على سمن طبيعي 100%. تعالوا نشوف كده شيراتون مثلا، ده سمن طبيعي من افضل طبعا السمن، بس سعره الكيلو ونص تقريبا بحوالي 252 جنيه. سمن طبيعي مش مهدرج، مفيش فيه خليط. تعال نشوف حلوب برضو سمن بقري 100%، هتلاقوه مكتوب عليه التفاصيل دي كلها. سعره برضو في 129 جنيه الكيلو. حاجات تانية زي مثلا، تعال نبص على النوع ده، شيف مثلا، جولدن شيف، مزيج سمن بقري ونباتي. اهرب يا معلم، اوعى تقرب من الحاجات دي خالص لان ضرر. جولدن ميكس نفس الحكاية، مكتوب سمن عالي الجودة وايه فرن من البلدي ومش عارف ايه والسمن النباتي. لا، اي نوع من الانواع اللي مكتوب عليها نباتي، الهانم، جنة. تعال نشوف جنة دي كده وضعها ايه. برضو جنة طبعا من منتجات اللي اعلاناتها مالية الدنيا. شوف، غير مهدرج، اوكي كلام جميل، بس مكتوب ايه في الجنب هنا؟ سمن نباتي نقي 100%. حبيب قلبي، مش عاوزك ولا عايز ريحتك ولا لون الزبدة اللي انت عاملها ابدا. اتأكدوا دايما من الحتة دي، ان ما يبقاش يضحكوا علينا. تعالوا نشوف القسم بتاع الزبدة بقى. جنة برضو طبعا نفس الحكاية، ما نقربش منها خلاص، خدنا خبرة من قبل كده ان دي برضو توب فاليو، منزلها حاجة كده ناتشرال اهي موجودة، زبدة طبيعية 100%. اتأكد انها زبدة طبيعية. تشوف دي برضو سمنة بقرية اهي، المكونات بتاعتها سمنة بقري 100%. اوكي حبيبتي، وكفاءة وزي الفل. فيرن، فيرن طبعا مشهورة قوي. تعال نبص عليها، ايه مكتوب؟ فور كوكينج، فور كوكينج اند بيكينج. تعال نشوف ان نيوتريشن فاكتس موجودة او الحقائق الغذائية المكتوبة ورا. هنلاقيها يا سيدي مصنوعة من زيت نخيل غير مهدرج. شوف هي زيت نخيل مكرر، يبقى ابعد واجري يا معلم، ما تقربش من ده خالص. اي حاجة فيها زيت نخيل